Hey, it's me, and I'm back with a new review. I care a lot. But first, you know what it looks like. It looks like you've been watching this video for almost 10 seconds now. What can I like? Ma Chico Why? What the hell, man? What do you hate me? So, I Care a Lot is a movie on Netflix for Rosemond Pike, the All Gone Girl Feh Peter Dinklage. ديال جيم اوف ثرونز والمخرج ديالو هو جاي بلاكسن 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 ناو اي دونت ريلي نو هذا المخرج اي uh, I, I don't think I've ever seen شي حاجة ديالو قبل So I was pretty interested I'm always pretty interested باش نشوف شي حاجة جديدة ديال شي واحد عمري ما عرفتو So هاد الفيلم كيهضر على مارلا غريسون Who is a legal guardian كتعينها المحكمة للناس الكبار العجازة اللي ما يقدروش يماناجيو ي... حياتهم ويبقاو عايشين بوحدهم كتعاونهم كت... كتعاونهم كتدبر عليهم في بلاصه في دار العجازه كتماناجي ليهم فلوسهم كدير كاع داكشي اللي ما قادرينش يديروه هما لحقاش كبروا في السن بزاف وما بقاوش قادرين يعيشوا بوحدهم ولا يتكلفوا براسهم بوحدهم حتى لهنا مزيان ناو واش مارلا كدير هذا الشيء لله في سبيل الله ناو مارلا اكبر بنت الحرام لهلا يطيح شي واحد في يديها وإلا انت كنتي راجل كبير وطحتي في يديها

الاسيتس ديالهم اند ذا فاني ثينغ از كدير كاع هادشي 100% ليغلي سو اتس كان اوف ذا بيرفكت ميتافور ديال دي امريكان دريم والكابيتاليزم سو ليت سي حطت عينيها على شي شيباني مرفح ومقطوع من شجره لا لا مارلا عندها معارف اطباء كيكتبوا لها فرقه ورقه بلي هاد السيد هاد الضحيه هذا فيها ديمنشيا ولا الزهايمر بيسيكلي uh, ما قادرش يعيش بوحدو انيمور ما قادرش يتكلف براسو غادي يخصو ليغل غارديان ضروري كتهز هاد الورقه كديها كد للمحكمه تقول لهم هاد السيد راه بغيت نعاونو المحكمه عند بالها راه كتعاون هاد السيد سو كتخرج لها قرار بلي راه ولات هي ليغل غارديان ديال هاد السيد كتمشي هي كتوري له هاد الورقه تقول له اه شو كتزرب عليه السيد ما كيعرف باش تبلا حتى كيلقى راسو على في دار العجازه لا بورطابل لا تجي شي حاجه باش يقدر يهضر مع شي واحد ولا شي المهم basically شي فوكس them اوفر ان ان دي موست بيرفكت كرايم اكشوالي سو مارلا بقات كدير هاد السكام ديالها هذا واحد مورا واحد كتقلب على هاد الناس الكبار شي فوكس them اوفر حتى لواحد النهار كطيح في جينيفر بيترسون لي اون ذا سيرفيس كتبان بلا شي از ذا بيرفكت كانديدات فور هاد السكام ديال مارلا

new favorite movie ديال هذا العام but the writing started very good الشخصيات they looked very promising the tension بقات غادية وكتزيد the, the mystery و the thrill ديال شكون هاد مارلا وشنو كدير وشنو غادي طيح فيه it, it looked very promising بلي شي حاجة واعرة غادي توقع like داك داك التولت الاول ديال الفيلم it was just perfect it was awesome it's a, it's a shame بلا غير داك الثلث الاول هو اللي كان مزيان في هذا الفيلم مراهبك غادي وكينقص وكيخسر وكيحزاق شو so, شويه بشويه من بعد ديك 30 دقيقه الاولى ما عرفتش واش الرايترز ديال هذا الفيلم ما بقاش عاجبهم الحال ولا ما بقاوش كيتخلصوا مزيان بشويه بشويه الموفي ولا كيبان كي كليشي وستوبيد وبيسيكلي كيكتبوا كي اي حاجه اللي غادي تعاونهم في القصه باش تمشى واخا ديك الحاجه دازنت ميك اني سنس اي جاست اتس ليزي غير باش القصه تمشى عندك تروب ديال الجير باس ال اللي تتحدى الجميع وتا واحد ما يقد لها واخا تكون في شي سيتويشن امبوسيبل باش تسلك منها كتسلك منها وكتقتل كل شيء وعمرها ما تموت it just takes all the fun out of the movie like you, you can't even enjoy the movie anymore لحقاش no matter شنو واقع قدامك في في السكرين you know بلي هذيك امار الله غادي تسلك في التالي وما غادي يوقع ليها حتى شي حاجه. Now don't get me wrong ما تشدوش هاد اللي كنقولوا دابا وتفهموه غلط على انني ما كان ما كيعجبنيش الحال فاش تكون a woman lead sticking it to the man fighting the جود fight كتغلب قاع الرجال. No I, I actually have no problem with that. I actually love it when it's done and it's done properly. For example promising young woman حتى هو فيلم ديال هاد العاب حتى هو فيلم ديال girl boss اللي And it was perfect. It was a great fucking movie. I had no problem with it. Well, I thought it was full of cliches, but it was done properly. It was done in the right way. The 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 book started, the the action, or the tension, they're not stupid. They're not characters that are okay. Now what? You were like like this on the on the. on the edge of your seat كتسنى شنو غادي يوقع لهاد البنت and I think المشكل فين كاين الفرق ما بين هاد جوج افلام علاش بجوجهم في نفس الجانرا ولكن واحد فيهم مزيان وواحد فيهم خايب هي الرجال ما كيعرفوش يكتبوا الشخصيات ديال العيالات in a good satisfying real authentic way promising young woman مكتوب و directed by Emerald Fennel و she made sure باش ما ديرش ذوك الاخطاء اللي كيديروه موست اوف ذا ميل رايترز فاش كيكتبوا الشريعه ديال جيرل باص و شي ديد ا فيري جود جاب وما طاحتش كاع في الكليشيز ديال ديال هاد تروب ديال جيرل باص اي كير ا لوت مكتوب ان دايريكتد باي ا دود بلايكسن سو اخي ديالي بلايكسن الا ما كتعرفش شي حاجه واي دو ات واي نوت جست هاير ا وومن رايتر اللي غادي تعرف شنو كتكون كدير وحتى كاع نقولو الا نتايا تو براود باش اه تخلي الكريديت ديال الرايتينغ ما يكونش ديالك ديروه بجوج سيدي تعاون مع شي مراه هي اللي توريك شنو كاين راك يو shit نو شيب برا اوف كورس ذيس از جاست ان اكزامبل وانا ما كنعممش ما كنقولش كاع الرجال ما كيعرفوش يكتبوا العيالات وكاع العيالات ما كيعرفوش يكتبوا للرجال وفايس فيرسا بات موست اوف ذا تايم اي ثينك فاش الرجال كيكتبوا شي شخصيه ديال مراه سواء so, كانت uh, she's fucked up it's just it's very hit or miss i guess they never miss huh they do they miss all the fucking time because when a man does it there's a big chance he's gonna fuck it up probably some insecurities some fetishes uh, some fantasies for women for and that wouldn't be very good writing I think this movie was too long. That's just too long. They could have probably cut like 40 minutes of the film and it would have been like 5% better. Like there are some scenes that just go on forever and you're like, oh my god, just do something. Just come on. We, we don't need to see this we don't need to see every single step like she's uh, waiting for someone but she's waiting for someone we don't need to see her waiting the whole five minutes you could cut it to the last ten seconds and do the action and move along the story the performances were uh, but i don't think it was la we know from other movies or TV shows, they're actually good actors. I think it was the writing out, any. The writing fucked up everything for the film. The dialogue, the plot, the actions, the story, it was just shit, bad, disgusting, cringe. There is a double twist for the movie, but I don't think it was worth it. It's just the kind of twist that you go, oh, okay, but it wasn't worth it. I'm just really disappointed. Laqesh, Louiel movie was so good. We cano, if the Imkan theyl homi in a million different directions. Like <laughs> we cano gadi better. And something else about Shchsiya dhl Marla. Now she's an anti-hero, and I love anti-heroes. Like <laughs> theyro bad shit, just for them, but. And they fuck over other people? Now here's the problem. Let's say for example, Walter White He's another anti-hero, and he works. all the bad things <laughs> for a reason. for his family. Another character. Tony Soprano, he, he's, he's a terrible human being. Why do we sympathize with, with him? We, we do see the other side, we see his depression, we see his problems with his kids, and that's relatable. We, as regular people, we could relate to him, and that's why we love him. Marla Grayson has to relate to her she just she's just a bad person she doesn't have any humanizing sides and that's another problem they they didn't do anything to humanize her and so soshehi doesn't really care for her she's just there probably and I was one of those the, the people li uh, they were rooting for her we were rooting for uh, Dinklage, but he does have a redeeming quality, or he's a bad person. His redeeming quality is that So, yeah, that's just another point. So, yeah, I just think this movie was bad because of the writing. If you do want to see a movie in that genre, don't watch this. Watch Promising Young Woman. I'm feeling a four.